أهلا بكم، حلقة جديدة من برنامج سما بريس نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم، والبداية دائما بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد، البداية مع فقط بالخط العريض ونستهلها بما حملته الصحافة السورية. نقرأ من الوطن التي عنونت نفذ عملية نوعية ضد تحصينات الإرهابيين ونقاطهم وقتل العشرات، الجيش يسقط 7 مسيرات حاولت الاعتداء على نقاطه العسكرية بريفي حماة وإدلب. كذلك كتبت معظم المتاجرين بالخبز في السوق السوداء من النساء والأطفال، لهذا يتساهل القاضي معهم. المخابز للوطن توزيع الخبز بموجب البطاقة ضبط الاستهلاك، الأزعط الخبز يباع في السوق السوداء في أفرانة قريبة من وزارة التموين. ومن الوطن إلى تشرين لنقرأ ما جاء فيها لليوم، مواجهة التحطيب بتوزيع الغراس مجانا، الزراعة والفعاليات المحلية في السويداء تدعم حملات التشجير، وأفكار من خارج الصندوق لمواجهة أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد السوري حاليا، الركود التضخمي بانتظار حزمة معالجات رشيقة. أما عربيا اخترنا لكم البناء اللبنانية التي عنونت اليوم واشنطن وتل أبيب، ننسق مع قطر ومصر وتفاؤل بالتوصل إلى اتفاق والمقاومة تنفي، وجبهة لبنان تسجل المزيد من الاستهداف لمواقع الاحتلال والمفاوضون سلموا بوحدة الساحات. وفي جولة سريعة في الصحافة الأجنبية نقرأ من واشنطن بوست، جماعة ضغط صهيونية تستهدف مراسلة واشنطن بوست. ذا نيويورك تايمز عنونت اليوم، واشنطن دربت جيلا من الجواسيس الأوكرانيين حول العالم. الجارديان كان عنوانها العريض، الوطني الاسكتلندي يضغط لتصويت تصويتا جديدا في مجلس العموم البريطاني لوقف إطلاق النار في غزة. وأخيرا لاموند الفرنسية، مقتل 4 أشخاص على الأقل في انهيار جليدي في فرنسا. ومن السياسة إلى الرياضة وعناوينها، حيث عنونت صحيفة ماركا لليوم ضربة أنشيلوتي البارعة التي غيرت كل شيء، ومودريتش يعيد البرنابيو للوقوف على قدميه. كوريال ديلو سبورت كتبت لليوم، لياو الرائع لا يكفي لميلان، أتلانتا يخطف التعادل، وعرض لاوتارو في ليتشي والإنتر لا يمكن إيقافه. رسالة التدفئة عنوان مقال نشرته صحيفة الثورة المحلية وجاء في تفاصيله، 3 ارتفاعات متكررة لأسعار مادة المازوت المدعوم المخصص للتدفئة خلال عام واحد، ولم تصل الرسالة إلى الكثير من الأسر في غالبية المناطق والمحافظات، وقد قرب الشتاء على الانتهاء، وأمضت هذه الأسر لياليها الباردة في حيرة حول تدبير موضوع التدفئة، وحين أن الأعذار تدور حول موضوع الكميات القليلة في حين هناك كميات كافية بالسوق السوداء. أعتقد أنه من الأولوية ألا يرتفع سعر المادة على مخصصات التدفئة لكون التأخير ليس من المواطن، وخاصة أن نسب الارتفاع تجاوزت 100%، وقد وقع المواطنين بين نارين، إما رفع سعر المادة وبالتالي توفيرها، وإما إبقاء الأسعار على حالها وفقدانها من السوق، وعليه فإن الطوابير حينها ستطغى على المشهد. في الواقع اشتكى الكثير من المواطنين بمحافظات عدة من عدم حصولهم على مخصصاتهم من مادة مازوت التدفئة بالتوازي مع ضعف وتيرة عمليات التوزيع، في حين تصل التصريحات عن نسب التوزيع إلى 70% لهذه المادة، وعليه ما هي المبررات الحقيقية لعدم الإنصاف في التوزيع، وما سبب المفارقات الكبيرة بين ما يحدث وبين التصريحات. وفي فقرة صحافة العدو قالت صحيفة يدعوت أحرنوت الصهيونية إن وفدا إسرائيليا يصل اليوم إلى قطر ليبحث مع الوسطاء تفاصيل صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس مقابل هدنة مؤقتة للحرب المستمرة منذ نحو 5 أشهر على قطاع غزة. وتحدثت الصحيفة الصهيونية عن تفاؤل حذر يسود في إسرائيل بسبب المرونة التي أبدتها حماس مؤخرا في مطالبها، ولذلك تقرر أيضا مواصلة المحادثات من أجل إحراز تقدم.
وحول إكس نقرأ المكالمات الصوتية والمرئية مجانية. وفي التفاصيل، تعمل شركة إكس على طرح مكالمات الصوت والفيديو للمستخدمين الذين لا يدفعون مقابل خدمة الاشتراك المميزة التي كانت تعرف سابقا باسم تويتر أو العصفور الأزرق. وشارك مهندسو الشركة هذه الأخبار على المنصة قائلين إن المستخدمين سيتمكنون الآن أيضا من تلقي المكالمات من جميع الأشخاص الموجودين على التطبيق إذا أرادوا ذلك. وكان الهدف من هذه الخطوة هو جعل إكس تطبيق كل شيء حسب ما يريد مالك المنصة إيلون ماسك. سيدة أعمال هندية تحاول خطف مذيع، عنوان خبرنا لليوم في فقرة الصفحة الأخيرة وجاء في تفاصيله. ألقت السلطة الهندية القبض على سيدة أعمال حاولت اختطاف مذيع تلفزيوني اعتقدت أنه من نصب عليها $50,000 على موقع إلكتروني للزواج. وكشفت وسائل إعلام محلية أن السيدة العضو المنتدب لخمس شركات ناشئة تعرضت للخداع والنصب في مدينة حيدر أباد من شخص انتحل صفة المذيع التلفزيوني المعروف برناف سيسيتلا. كما ذكرت صحيفة إنتيا توداي الهندية أن المحتال المجهود استخدم صور سيسيتلا في ملفه الشخصي ثم أقنع السيدة بالاستثمار في مشروع واعد يعمل عليه. ودون تردد قررت السيدة وهي سيدة أعمال في الاستثمار بهذا المشروع لإعجابها بالمذيع التلفزيوني. وبعد تحويل مبلغ $50,000 توقف المنتحل عن الرد على مكالماتها قبل أن يحظرها من جميع التطبيقات، لتخطط بعدها لمدة طويلة لاختطاف المذيع التلفزيوني ظنا منها أنه من سرق الأموال وتركها تتعلق به عاطفيا. وبمساعدة شركاء نفذت عملية الاختطاف، لكن المذيع نجح في الإفلات من عملية الاختطاف ثم قدم بلاغ في مركز الشرطة الذي ألقى القبض على السيدة المخدوعة. إلى ريشة رسامي الكاريكاتير.